تحت شعار معا للحفاظ على صحة سيدات مصر، احتفلت شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية باليوم العالمي للمرأة وسط حضور نخبة من أساتذة وخبراء علاج الأورام في عدد من الجامعات المصرية والفنانة المصرية نشوى مصطفى. وشملت فعاليات الاحتفالية التوعية بأهمية الفحص والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي كونه أحد أهم التحديات الصحية التي تواجهها المرأة المصرية. وتعد إيفا فارما أحد شركات الدواء المصرية الرائدة والتي تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم. المبادرة دي أساسها هو أن أي بلد في الدنيا بتقوم على أساسين، التعليم والصحة، والصحة قبل التعليم. في الدستور المصري المريض المصري بيعالج مجانا، ده ناس كتير ما تعرفش كده، ان دستورنا بيعالج المريض المصري مجانا. دور الدولة هو المحافظة على المنشآت الصحية وتقدم خدمات على جودة عالية تتناسب مع المريض المصري. فأعتقد إن إحنا في عصر ذهبي بالنسبة للصحة. لو قارنت الخمس ست سنين الأخرانيين في التطور اللي حاصل وفي التأمين الصحي الشامل وفي كم القوانين اللي عملناها في مجلس النواب، عندنا هيئة تصنيع دواء، ما عندك شراء موحد وده ظبط عملية شراء الأدوية من الخارج، عندك أجهزة متوفرة. البلاد اللي دخلت التأمين الصحي الشامل المعامل بتاعتنا خدت الجودة من سويسرا، معامل التحاليل، فده كله ماشي مع ان احنا بنقدم خدمة على جودة عالية وان احنا مستمرين لحد ما نغطي مصر كلها بالنسبة للتأمين الصحي الشامل. اعتقد ان مستوى المستشفيات ارتفع، مستوى الأطباء في المستشفيات مش هقولك كلها بس على الأقل في البدايات بالنسبة للتأمين الصحي الشامل، فده كله بيغطي عجز كتير كان موجود عندنا في اللجنة. أنا لجنة الصحة، متابعين الوحدات الصحية، متابعين المستشفيات، تجهيز المستشفيات، أحدث أجهزة موجودة على فكرة في التأمين الصحي بورسعيد، عندهم أجهزة علاج الأورام، أجهزة الإشعاع على أعلى مستوى وأحدث أجهزة، فده شيء ما كانش متوفر قبل كده. الثورة اللي حصلت في الصحة في السنين الأخيرة فعلا ثورة ما شفناهاش من 60 سنة، مش هقولك 30 بس، من 60 سنة. الاهتمام بالمرأة وبالذات في اليوم العالمي للمرأة ده، يعني زي ما بنقول المرأة هي الأم وهي البنت وهي الزوجة وهي الجدة وهي مش هنقول نص المجتمع بس، انت لو حسبتها هتلاقيها هي كل المجتمع. وجودها في كل الأماكن أثبتت فعلا أنها تستحق هذا التكريم والمكان. ما أعتقدش أن في حد من الموجودات حتى في القيادات إلا ما أثبت كفاءة عالية بالنسبة لخدمة البلد. يعني ما أقدرش أقول حاجة في اليوم العالمي للمرأة غير أن المرأة المصرية وحصلت على حقوق وحاجات. أنا حضرت في البرلمان الدولي في روما مكافحة العنف ضد المرأة. الحقيقة احنا مبسوطين للغاية يعني، وبنقول كل سنة وانت طيبة للمرأة المصرية الجميلة الرائعة، الأم والزوجة والابنة والزميلة والصديقة. يعني سعداء جدا جدا بهذا اليوم، والحقيقة في المبادرة النهاردة اللي احنا بنتكلم فيها استكمالا للمجهود الضخم لمبادرة السيد الرئيس لصحة المرأة عن الكشف المبكر للأورام وعن كمان الصحة الإنجابية وعن السمنة والضغط والسكر، كل هذه الأشياء هامة للغاية علشان صحة المرأة المصرية الجميلة انها تبقى في صحة كويسة، وبالتالي يبقى الاولاد في صحة كويسة، وبالتالي الزوج هيبقى في صحة كويسة، وبالتالي الاسرة المصرية كلها تبقى كويسة. الحاجة من الحاجات المهمة جدا ان احنا كنا متصورين ما المبادرة يعني بدأت في 2019 ان السيدة المصرية هتخاف وهتبقى قلقانة ومش هتنزل تعمل كشف مبكر، ولكن فاجئتنا كالعادة انها قوية وشطرة، وتم الكشف على او تم التوعية والكشف على حوالي 21 مليون سيدة مصرية، رقم ضخم جدا ما كناش متوقعينه. الحقيقة ده ادانا حاجات كتيرة قوي. اول حاجة ادانا داتا او معلومات عن 21 مليون سيدة مصرية، ادانا معلومات عن نسب السكر ونسب الضغط ونسب والصحة الإنجابية ازاي ماشيين فيها، وقدرنا نوعي كل هؤلاء السيدات المصريات
الحاجة التانية ان مش بس توعية ومش بس كشف مبكر، ولكن كمان علاج على بطريقة تماثل العلاجات العالمية. البروتوكولات وزارة الصحة تغيرت حتى تبقى قريبة جدا من البروتوكولات العالمية. بقى عندنا العلاجات الموجهة اللي احنا كنا متصورينها غالية جدا مش هتخش، بقت موجودة داخل بروتوكولات وزارة الصحة. الحدث اللي بيحصل النهاردة ده واحد من ضمن احداث كتيرة جدا بتحصل، سواء من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة او من خلال جهات اخرى. الهدف منها هو الاهتمام بصحة المرأة بصفة خاصة، والاهتمام بأورام الثدي بطريقة يمكن اكتر مركزة شوية. طبعا في برنامج كامل من خلال المبادرة ان احنا بنعمل كشف دوري على السيدات بالنسبة لأمراض الثدي، بنعمل لهم توعية، واللي حضرتك بتعمله من خلال الإعلام ان التوعية دي بتزداد وتفهم كل الناس انهم لازم يروحوا يكشفوا بدري عشان يطمنوا على نفسهم. بالإضافة ان احنا كمان بنعمل حاجات زي اللي هو القياس الدوري للضغط والسكر وتحليل دم كامل عشان الأنيميا وما شابه، يعني الاطمئنان بشكل كامل على صحة المرأة. وده الحمد لله ماشي كويس، يعني احنا قدرنا نقطع اكتر من 20 مليون سيدة في المبادرة، بالاضافة لان في اضافات مهمة قوي قوي تمت في البروتوكولات بتاعت العلاج بالنسبة لسرطان الثدي، ادت الى توافر ادوية كان في السابق تعتبر مكلفة جدا بالنسبة للناس، لكن بتتوفر من خلال التأمين الصحي ووزارة الصحة وقرارات نفقة الدولة في المستشفيات الجامعية. فده تطور ايجابي جدا الحمد لله، ونتمنى ان هو يشمل بقية الأورام الأخرى والأمراض الأخرى إن شاء الله بإذن الله. احنا النهاردة في الاحتفال باليوم العالمي لصحة المرأة سعداء جدا ان ايفا فارما بتشارك، لان احنا يهمنا جدا ان احنا نساهم في نشر الوعي باهمية صحة المرأة. يمكن انا عندي تجربة شخصية، والدتي الله يرحمها توفت وانا عندي 11 سنة بسبب سرطان الثدي، وبالتالي انا بعديها دخلت كلية صيدلة. فانا النهاردة فخور جدا وسعيد ان انا بشارك في الحملة دي، ويعني الدولة كلها بتحاول ان هي تساعد المرأة المصرية من خلال حملات توعية ومن خلال توفير احدث الادوية باقل الاسعار او ببلاش حتى في الإدارات المختلفة وفي وزارة الصحة وفي التأمين الصحي. وبالتالي احنا كشركاء نجاح كإيفا فارما سعداء جدا ان احنا بنساهم في التوعية ومساعدة المرأة في الحفاظ على صحتها. يمكن من ضمن الحاجات اللي عملتها إيفا فارما مميزة جدا للسيدات العاملات معنا، ان مثلا عاملين حضانة، وده بيساعد السيدة المصرية العاملة في شركة إيفا فارما ان هي تحافظ على بيتها وأسرتها وتراعي أولادها، وفي نفس الوقت تكون محتفظة بعملها. من ضمن الحاجات التانية الواحد فخور جدا ان لينا زميلات عزيزات رئيسات أقسام في أقسام مختلفة من الشركة، وبالتالي عندنا كمان فرص للترقية وكادر وظيفي ممنهج محترف جدا عشان خاطر نقدر نوصل السيدة المصرية ان هي تحقق طموحها وتحقق نجاحها في العمل أثناء حفاظها على صحتها واحفظها على أسرتها. فترة الكوفيد وفترة الكورونا كانت فترة برضو عشان الشركة تقدر تقدم خدمات إضافية للمرأة المصرية اللي بتشتغل في إيفا فارما، وكان من ضمنها مثلا أن فيها تم تقنين عمل شفتات مختلفة عشان تناسب مواعيد العمل المختلفة للسيدة المصرية في أوقات زي كده. كان في من ضمنها توفير وسائل تواصل اجتماعي أو اتصال من إنترنت وحاجات زي كده عشان خاطر تقدر الزميلة العزيزة تمارس عملها أثناء وجودها في المنزل. كان في اختيارات بتقدر الزميلة اختارها ان هي تشتغل كم يوم في الاسبوع من البيت، كم يوم من المكتب، كم ساعة الصبح او مساء. كل دي حاجات بنحاول ان احنا نوفرها عشان خاطر نخلق بيئة صحية للمرأة المصرية. النهاردة طبعا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة، خلينا نقول ان العالم كله بيحتفل بالمرأة النهاردة 8 مارس، فبالتالي كانت إيفا فارما ليها دور. احنا دايما بنحاول نسابورت المرأة وندعمها في قراراتها وفي انها تبقى المرأة العاملة بالذات، ان المرأة اوريدي ليها جزء في المجتمع وليها بصمة، وهي اللي اوريدي بتخلينا نقول ان الاجيال اللي جاية بتبقى متقدمة ويبقى ليهم التفكير بتاعهم مختلف. فخلينا نقول كمان اني لو هتكلم ده اعتقد ان الشركة بتدينا الدعم ده، بما ان انا اوريدي ماسكة جزء كبير في حتة المبيعات وعلى بوزيشن يعني كبير، فكانت الشركة بتقدر تديني البالانس او تقدر تديني التناغم بين ان انا اقدر اسابورت الشغل وبين ان انا اقدر اسابورت البيت والعيلة والاولاد. خلينا نقول كمان ان اهتمامات إيفا فارما حاليا احنا بندعم كمان الأورام الثدي، العلاج لأورام الثدي، وده طبعا حسب الحملة اللي اوريدي موجودة دلوقتي بيدعمها السيد الرئيس. فكل ده بيخلينا نقول ان من اهتمامات إيفا فارما دعم المرأة العاملة وكمان دعم المرأة عموما بصفة عامة. انشاء شركة بتعمل مستحضرات للمرأة، من البديهي ان تبقى اسمها إيفا، ومن البديهي ان تبقى من اهم الحاجات اللي كون بنقدر نعملها. طبعا وقتها ما كانش ينفع ان القطاع الخاص يعمل مستحضرات دوائية
فكان أقرب حاجة لدعم المرأة كانت في مستحضرات التجميل. ومن وقتها الحقيقة وإحنا في تحيز واضح للمرأة. السبع SDGs أو Sustainable Development Goals يمكن يكونوا معروفين لأي حد بيشتغل في الديفلوبمنت، ولكن إحنا الحقيقة في السلايدز اللي جاية حضراتكم هتشوفوا التركيز على التنمية المستدامة. فيمكن واحدة من أهم المبادرات اللي إحنا بنعملها لتمكين المرأة هو تمكين إن المرأة اللي لسه أنجبت أطفال، ودعم المرأة اللي عايزة تنجب أطفال، إنه بنقول لها إن تقدر ترجع للعمل بسرعة، لأنه مكان العمل نفسه في كل مكان عمل إحنا شغالين فيه في حضانة.